بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن فضل الأيام الأوائل من ذي الحجة. هل تعلمون لماذا نصوم التسعة الأوائل من ذي الحجة؟ لأن كل يوم من هذه الأيام فيها حدث مهم. أول يوم هو اليوم الذي غفر الله فيه لسيدنا آدم الذنب عندما أكل من الشجرة المحرمة. اليوم الثاني هو اليوم الذي استجاب الله فيه لدعاء سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت. اليوم الثالث هو اليوم الذي استجاب الله فيه لدعاء سيدنا زكريا ورزقه بالابن الذي كان يتمناه. هذه الأيام الثلاثة الأولى هي أيام الدعاء، فادعي وركز بالدعاء. ادعي من قلبك وبعقلك ولسانك وانت صائم او غير صائم. ونستطيع الأول ايام المغفرة والرحمة. اليوم الرابع هو اليوم الذي ولد فيه سيدنا عيسى عليه السلام. اليوم الخامس هو اليوم الذي ولد فيه سيدنا موسى عليه السلام. اليوم السادس هو اليوم الذي فتح الله فيه لنبيه كل أبواب الخير. إن هذه الأيام الثلاث أيام الرزق وأيام الفرحة والمغفرة. اليوم السابع هو اليوم الذي تغلق فيه أبواب جهنم فلا تفتح حتى تنتهي العشر. اليوم الثامن هو يوم التروية. اليوم التاسع هو يوم عرفة، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة للسنة الماضية والسنة القادمة بإذن الله. وهو اليوم الذي أنزل فيه الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. صدق الله العظيم. أما اليوم الأخير اليوم العاشر هو يوم العيد ويوم التضحية ويوم الجائزة، ومن قرب فيه قربانا كان كفارة لكل ذنوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.